أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الشباب يربط على يده مثل هيئة الحلقة من الجلد ويكتب فيها اسم النادي الذي يشجعه، فما حكم هذا الفعل؟ النادي؟ نعم. هذا ما لبسه لأجل الاستشفاء بها أو رفع البلاء أو دفعه، لكن هذا شعار، هذا يعتبر شعار للرياضة، شعار للرياضة وهو شعار لأمر لا فائدة فيه، فلا يجوز هذا. هذا معناه أن يشجع الشيء الذي لا فائدة فيه والشيء الذي فيه مشغلة عن مصالح دينه ودنياه بشيء لا فائدة فيه، هذا يعتبر شعار، شعار لا يجوز. نعم.